يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ وهل يجوز المرور من أمام المخالفين لأهل السنة؟ الأذى لا يجوز. اللي يصلي لا تمر من أمامه، وأن تستطيع أنك تذهب مع طريق آخر. وأما إذا ازدحم المكان ولا لك ممر إلا من أمام المصلي فلا بأس بذلك لأجل الضرورة. نعم.